يد تدعم الانقلاب وأخرى تدعو للحوار، هكذا يمكن وصف الجهود السعودية الداعية لبدء حوار في الرياض بين الحكومة الشرعية من جهة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من جهة أخرى. دعوات السعودية للحوار قوبلت باشتراط حكومي بانسحاب كلي لقوات المجلس الانتقالي من المواقع والمقر التي استولت عليها خلال الأيام الماضية قبل البدء بأي حوار. وحملت الخارجية اليمنية في بيان لها المجلس الانتقالي والإمارات مسؤولية الانقلاب على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبة الأخيرة بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري، مذكرة في الوقت ذاته بالأساس الذي جاء من أجله التحالف بقيادة السعودية. هذا الرفض سبقته تصريحات لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بالقول إنه لا يمكن القبول بالحوار تحت التهديد أو الشروط المسبقة، وجاء ذلك في سياق الرد على دعوات التحالف للانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن. ويرى مراقبون أن دعوات السعودية للحوار هو مساواة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ويهدف إلى شرعنة الانقلاب وتثبيت بقائه، وهو ما يعزز فرص تقسيم البلاد.